من الآداب والأخلاق الإسلامية. 伊斯兰的礼节以及品格。أننا لابد ننصح للكفار. 我们必须要劝告魅徒。نحرص على إسلامهم. 劝告他们归信伊斯兰。ندعوهم إلى الله. 我们向他们宣教，走伊斯兰的道路。نحب لهم الخير وهو الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم. 我们喜欢他们也走向正道。نخاف عليهم من النار.我们担心他们要进入火狱。نذكر هؤلاء بما جاء به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام من وجوب اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 提醒他们，无论是穆萨圣人、艾萨圣人，都忠告他们要追随穆罕默德道路。لابد أن يجتمعوا معنا على اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم. 要忠告他们，要忠告大家一起走伊斯兰的正道。يعني لا يتفرق ونكون فرق. 不要分裂，不要分，不要分裂。لابد أن نجتمع. 要聚集在一起走伊斯兰的道路。نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 归信所有的先知和使者。نتبع عيسى عليه الصلاة والسلام. 我们追随عيسى圣人。圣人。لأنه بشر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر باتباع عليه الصلاة والسلام. 因为他以穆罕默德来报喜。告诉众人要追随穆罕默德。نحب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 喜爱众先知和众使者。ولا يمكن أن نتعرض لهؤلاء بالقتل ولا بأخذ الأموال. 不允许做背信弃义这个烧杀抢掠的事情。لابد أن نعبد رب واحد. 我们都应当崇拜独一的安拉。ونبي واحد عليه الصلاة والسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. 追随先知穆罕默德圣人圣人。شريعة واحدة. 追随这个شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 追随伊斯兰的教法。حتى قبلة واحدة يصلي إلى مكة. 我们的朝向都是一个麦加。لأن عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن يحكم شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 因为将来艾萨还要来到，他所走的道路就是。نحب عيسى والله عليه الصلاة والسلام. 我们爱艾萨。ونقول أنه بشر عبد. 我们知道艾萨，我们要知道艾萨是一个人。ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. 他是一位先知。نعم.